معالي الوزير، في الوقت الذي تدشنون فيه هذه المخازن وفي الجهة المقابلة وعلى نفس الميزانية تم بناء هذا العام 3 مخازن في سوكوجيم تكملة لبناء السوق الأوقافي الذي دشن السنة الماضية، كما تم أيضا في هذه السنة بناء محضرة مكتملة التجهيز في أحد مساجد الأوقاف بترحيل واذبو وحائط من الإسمنت المسلح كان نفس المسجد في أتم الحاجة إليه. معالي الوزير، حصيلة هاتين السنتين كانت موجهة بالأساس لبناء الثقة لهذه المؤسسة الدينية الكبيرة والتعريف بها وحصر ممتلكاتها وضبطها واستثمارها، وتتطلع المؤسسة إلى سن قانون يحمي الأملاك الوقفية ويطمئن الخيرين على أوقافهم ويضمن تسييرها وفقاً لشروط الواقف.